السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي الزمالك القادمة بإذن الله تعالى في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز. متابعين الكرام، مباراة الزمالك القادمة هتكون أمام نادي غزل المحلة. المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها يوم السبت القادم 16/7/2022. لو أول مرة تزور القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب وعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. المباراة بين غزل المحلة والزمالك على استاد غزل المحلة عادة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة هيكون ميعادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 4:30 عصرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. ملعب المباراة ملعب المحلة زي ما قلنا في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز. اما القناه الناقله فهي قناه اون تايم سبورت اتش دي 2، اون تايم سبورت الثانيه، اون تايم سبورت 2. متابعين الكرام، اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.